انا ركبت من ميدان المنشية كروباص لحد زور عند مستشفى ناصر، والشخص ده ركب معايا في الكرسي اللي ورايا وبدأ يتحرش بيا في فتحة الكرسي من ورا، وحط ايده على منطقة حساسة لمس جسمي من ورا. طول الطريق انا بحاول اكلم نفسي، خصوصا ان ركب ناس جنبه برضه ما بطلش، بس هما كانوا شباب بيهزروا وبتاع ومحدش خد باله. ما حدش اخد باله. طب وبعد كده انت عملت ايه بقى موقفك؟ لفيت وقلت له انت بتعمل ايه، وشتمت وطلعت غضب فيه طبعا، وحاولت اشد الماسك من على وشه، حتى هو حاول يمنعني اكتر من مره، حاول يبعد ايدي لدرجه ان هو خربشني. وريني ايديك ايه؟ خربشني في ايدي بيبعد ايدي عشان ما اشيلش الماسك يعني. انا فتحت الفيديو مش قادره حتى اخد الخطوه، انا بتضرب. بس لفيت حاولت اشد الماسك، وفعلا شلت الماسك ووشه بان، بس ده اللي قدرت اعمله يعني. حتى ما قدرتش اخد اهله لاسم شرطه او حاجه وكده، لان اللي معايا في الميكروباص مشوه وبس. وحتى حاولوا يمنعوا ايدي برضو عنه وانا بشيل الماسك، مش يضربوه ولا الكلام ده. ده نزلوا، اعتقد هو نزل في مكان غير مكان يعني، نزل عند مستشفى سواء وقف ونزله، بس ما عملتش حاجه. ما عنفهوش انه مش حتى سوالي ما تعمليش حاجه وخلاص، ودي اكيد مش اول مره. قلت له عشان هي اول مره لازم يتقدم، مش اول مره لازم يتقدم. بعد الموضوع خلص انا كلمت اخويا واجا معايا ورحنا القسم، عملنا محضر، هم كانوا مهتمين بالموضوع وعملوا المحضر وشافوا الفيديو، وطبعت الفيديو على سي دي وطبعت صوره للراجل. ولسه من كام ساعة حد كلمني من المديرية وقال لي، سألني يعني على تفاصيل وكده، وقال لي ان هو يتواصل معايا تاني.